وننتقل إلى جريدة الجمهورية. إلغاء النظام البريدي في تصويت المصريين بالخارج. أكد المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حرص اللجنة على أن تجرى عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج قبل اقتراع المصريين في الداخل بفترة كافية حتى يتم تحديد أسماء الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج، مما يضمن عدم تكرار تصويتهم في الداخل مرة أخرى. جاء ذلك خلال لقاء المستشار فهمي مساء أمس السبت بعدد من الصحفيين والإعلاميين بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا عودة إلى نظام التصويت البريدي مرة أخرى بالنسبة للمصريين في الخارج. وقال فهمي أيضا أن اللقاء سوف يعقد يوم الأحد اليوم بين المستشار أنور رشاد العاصي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والسفير حمدي لوزة مساعد وزير الخارجية لاستكمال متابعات الإعداد لإجراءات عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج.